يشهد عليكما شواظ من نار I'm not afraid.
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما
فإذا أنتم منه توقفون.
والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما وامتازوا اليوم أيها المجرمون
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على Wow.